مهم جدا ان جمهور الاسماعيلي يسمع رئيس ناديهم ايه الوضع بالنسبه للموسم الماضي. هو انا كنت برضو من ضمن الحاجات اللي كانت محطوطه ان احنا نحاول نقلل الجدل حوالين النادي الاسماعيلي خصوصا في الحاجات السلبيه. صح. لحد الناس ما تنسى الصوره الذهنيه اللي مش كويسه اللي اتخذت على النادي الاسماعيلي ونبدا نتكلم للجمهور بقى بتصوراتنا للموسم اللي جاي، بتصوراتنا اللي جاي، ايه اللي عملناه خلال الموسم اللي فات. لكن اثناء الموسم كان الكلام على المشاكل والخناقات والكلام من ده. صح. كان هيدن محتفظ الناس بالصوره. الحمد لله دلوقتي احنا بنلعب المباريات، كانت في كتير جدا من اللعيبه كان بترفض حتى انها تيجي النادي الاسماعيلي، وكانت بتفضل انديه اقل من النادي الاسماعيلي. احنا اثناء المباراه بيجي لنا لعيبه كتيره جدا رغبه في انها تيجي تلعب في النادي الاسماعيلي، ده ما كانش بيحصل قبل كده. العكس تماما، العكس تماما، كان في لعيبه كتير في مصر تتمنى انها تلعب الاسماعيلي. ده في الاول، انا بكلمك خلال السنتين او الثلاثه اللي فاتوا، ده كان للاسف ده اللي حاصل يعني. انما طول عمر الاسماعيلي هو عناصر جاذبه للعيبه مش طارده، لكن المواسم اللي فاتت دي كان في عوامل طرد كبيره قوي للنادي. الحاجه الثانيه ان احنا يعني بقى في قدر من المساواه مع بين اللاعبين الحمد لله. سددنا المستحقات بتاعت اللعيبه عن السنوات السابقه. والموسم دوت الحمد لله اللعيبه واخده يعني مبالغ، في لعيبه وصلت 100% وفي لعيبه وصلت 75% وفي لعيبه يعني القوام الاساسي باللي حوالين منه بالاحتياطيين وبتاع اقل لعيب واخد فيه حوالي 68% يعني، واخد بالك. في بعض اللعيبه بقى اللي كانوا خارج القايمه وكلام من ده ممكن يبقوا خدوا مبالغ اقل، لكن طبعا هم ليهم حقوق عندنا هنسددها بشكل كامل، مش هنتجنى على حد ومش هنسيب حد يمشي طبعا. طيب باشمهندس نصر، عايز اسالك على الكابتن ايهاب جلال. الكابتن ايهاب جلال مستمر مع الاسماعيلي في الموسم الجديد؟ باذن الله طبعا، ان احنا مستمرين، ان هو يعني حط نواه للفريق، عايزين نكمله بالعناصر اللي احنا هنستخدمها خلال الفتره اللي جايه ديت، وفي عناصر تم الاتفاق معاها وتم التعاقد معاها بالفعل كمان، عشان ودي كانت يعني ما حدش قال يعني احنا ما قلناش الكلام ده قبل كده. هتنضم الفريق وعناصر مميزه وكويسه مع العناصر اللي هتبقى من القوام اللي موجود حاليا، باذن الله نعمل فرقه كويسه يعني لا تسبب لنا الامراض وضغوط زي ما كان بيحصل خلال السنوات اللي جايه. باشمهندس نصر، حضرتك بتقول لي كابتن ايهاب جلال مكمل الموسم الجديد ان شاء الله؟ باذن الله، حتى الان ما فيش اي حاجه خالص، واحنا عمالين وهو شغال هو الجهاز بتاعه في الاعداد للموسم الجديد لحد اخر لحظه يعني. طيب ده باجماع مجلس اداره النادي الاسماعيلي ولا برغبه المهندس نصر؟ لا لا لا، لا طبعا، احنا ما فيش حاجه بتتاخد الا بقرار مجلس اداره على الاقل في اغلبيه، مش بالاجماع يعني، واخد بالك. لكن حتى في النقطه دي تحديدا في اجماع يعني الخاصه بالكابتن ايهاب جلال يعني. عظيم جدا. طيب